نحكيه زاد سي عبد العزيز على من سيقيم الانتدابات، من سيقيم الملاعبية الماشيين، الإطار الفني الحالي ولا لي كونسيي نتاعكم ولا المدير الرياضي، شكون باش يقيم اليوم؟ هي لجنة كاملة اللي فيها المدير الرياضي وفيها الإطار الفني الموجودين تو، وشكون من الهيئة بتاعنا تو مش نخليه الوقت لإطار فني جديد ما بتعرفه باش يزيد يفهم المجموعة بتاعه، وبعد مش نقعدوا مع بعضنا مش نقولوا هذه مزوز جوالات لازم يخرجوا ولا خمسة ولا 11 ولا ثلاثة ما نعرفش قداش، دونك هكوما مش يمشيوا على روح. ونفس الشيء مش يقولوا تيان راهو هذا حاجة مفروغ منها، أرير جوش لازمنا، بونتا في القدام لازمنا، هذا كذا كيف كيف. وبعد اون فوا خاطر احنا نعرفوا ما احناش جيناش البارح نعرف ابوبري شو هما النقائص الموجودين، شو هما لي بيست داميليوراسيون، وعلى ضوء هكا ديجا بدينا قاعدين نلوجوا في العصفور النادر اللي نحكيو عليه، قاعدين نلوجوا عليه اون ايدونتيفي سيغتان وتحدثنا افيك سيغتان اوسي، لكن خلي الاطار الفني يعمل اربع خمسة جمعة وزيد يفهم ليكيب. حدثتوا مع الدكران؟ والله انا مش نعطيك سكوب كما تسميه انت سكوب، اللغه هذه سكوب كرول، انا عندي فيه علاقه شخصيه وتكلمت معاه عندي برشا واعتذر لي في وقت من الاوقات، وبعد وقت اللي لي شوز سون بريسيبيتي، ونبيل كوكي بالنسبه لي نحب نشكر على اخلاق وعلى على الشيء اللي قدمه للسي اس اس بارك الله فيه، لانه قال ثم بعض الضغوطات الاداريه على تشريك لاعبين من عدمه. هذه ما نبيليش به. هذا قالوا سابقا. هذا التصور هو قال امين نقول لك هذا ما نبيليش به. ما نفكرش كونه بقينا خدم خدمه الله يرحم والدي وكان في اخلاق وفي مستوى عالي، وانا نتمنى له كان نجاح بيبان نتاع النادي الرادس فيه اذا كان يسمع فينا راهي محلوله للمستقبل نبيل كوكي. دونك انا جو سوي لا بعد خرجت انا كموضوع ثاني، اما نتصور لا كونتينيتي اي لسبري تاع سي اس اس هو بيدو بيا ولا بغيري الكرول. دونك كلمته وقلت له راه حبك تجينا تويك، قال يبعث لي كلك ماتش، كل مره نبعث له بعث له ماتش نتاع لعبناه تاع كلوب افريكان ماتش اميكال عملناه، كل مره نقدم شوي. وبعد اخر واحد بعثته له الماتش نتاع قرقنا ماتش اميكال هكا بعثته له نتاع بالقردين اللي قبله، شاف لا فيزيوني والكل، هو من دقيقه الاولى قال راني انا ما نجمش نجي راني اليوم، تبقينا نجي باش نشوف ليكيب ونشوف ليفيكتيف ونعيش معها الشهرين هذوما، على خاطر ما يحبش يتحمل مسؤوليه من هنا لاخر العام صعيب نونتونور كي سو ريسبكت ياخذ الدنيا كيما هكاك ويهبط لا. مشيتوا في التماشي هذا؟ اي مشينا، قال انا حب نعمل بريباراسيون تاعي كونفينابلومون ويشرفوا على انتدابات ونقعد معاكم من تو نشوف شو ناقصكم وش زيدكم، شو الانتدابات اللي لازمين، شو الجوالات اللي راهم كذا مع الاطار الفني في وقت كريم دلهوم هو اللي قاعد يراني اتفقنا على الموضوع هذا. كنا نستناو معناتها نهار العيد بالضبط هكا وين كرول قال لي راني جو سوي ديزولي راني عندي ظروف داخليه ما عندها حتى علاقه بالنادي الرياضي الصفاقسي راني ما نجيبش نجيتو. عطاك شي تقييم للفريق؟ لا لانه مهم تقييم يعرف كل هذه ديفيكولتي اللي سي ما عطاه حتى تقييم. تصدق مدرب اخرين مدربين اخرين؟ شو اسمه هو مدرب زادة على بريسك قدمنا معاه مليح اللي راني ليكيب ناسيونال نتاع كونغو لا نتاع الكونغو نتاع الكونغو اسمه العصفورة ما تكذبش عندي ما تكذبش عليهم ما تكذبش مدرب كاليفي ما غير ما نعطي اسمه اي هي هي نسيت اسمه الله غالب سامحني يعني ما علينا خليتك انت تقول ولا ما نقولوش والله نسيت دونك كيف كيف قدمنا مع اصوات كبيره بعد نفس الشيء الى دي تشالنج مع ليكيب ناسيونال تاع الكونغو ما حبوش يسلموا فيه خاطر بدا يفهم كونه باش يخرج ما حبوش يسلموا فيه لا ميم شوز لكن برتغالي وعلى ما اظن
برتغالي برتغالي بورتوغي راني كونغو برتغال تعطوا فيهم واحد اي وشوفوا حتى التاريخ نتاعو ما شاء الله عليه احنا اونيتي كونتون بال بالافير هذه ما صارش لعل فيها خير اليوم جبنا محمد الكوكي معنا تاع كريم دلهوم وقت اللي عيناه انتم خيرتوا انكم تجيبوا الكوكي ولا دلهوم خير انه يغادروا من نجمش يواصل اه لا 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 كل لي شوز سوا كلير كريم دلهوم نهارتي اللي قبل بعد ما خرجنا بالكوكي قعدت معه هنا دو لوندومان في رمضان وفهمت معه قلت له يا كريم راك مشترينينا مشتاب ليكيب اليوم بور اسيوري لا سودور حتى باش نجيب ممرن كبير تونسي ولا اجنبي ونحبك تكون معنا اوبليغاتوارمون في الاغلب باش يكون اجنبي اما هذا ما يمنعش يكون تونسي ولا اجنبي وانت من بعد اذا كان يمشي يجي لونترونور يقول لك انا راني نحب كريم دلهوم يقعد معايا تقعد معاه واذا كان قال لي انا عندي ستاف نتاعي مش نجيبه هذا من حقه نجيب الستاف نتاعو قال لي عبد العزيز انا راني جزء من الحل مانيش جزء من المشكل انا نرد صفات جمعيتي ونخدمها اليوم وغدوه راهو اذا كان لونترونور يحبني معاه نقعد معاه يحبني نخرج راني نخرج وننسى ما عندك حتى مشكله معايا نهار ما فما ماتش نتاع المرسى اللي خسرناه نتاع الكوب كلمت انا وياه خليته ساعه 24 باش حتى نعرف شو ليموسيون بعد حكيت معاه قال لي سعد العزيز راني متاسف والله متقلق عليكم انتم اكثر من حاجه لاني حبيت نقوم بالمهمه نتاعي هو نوصل النادي الرياضي الصفاقسي حتى انتم تقاول لونترنور الاجنبي هذا ولا التونسي اللي انتم مش يكون هو المشروع نتاعكم مش تبنيه عليه ينجم يكون محمد الكوكي المشروع هذا ولا شوف قال لي راني انا متاسف راني على غلب ما وصلتش باش الاهداف هذه قلت له سانز اوكون بروبليم انت ولد النادي يكثر خيرك شفنا تروز اونترنور عمر سوايح محمد الكوكي تروز اونترنور ثالث شكون ما نذكرهمش على خاطر كان نقول عليه وبعد انا ما اخترتوش اما شوف تروز اونترنور بار ريسبي التوانسه ثلاثه فين فوزي بنزرتي ولا لا ما فهمش فوزي بنزرتي اختار محمد الكوكي نظرا للبالماريس نتاعو نظرا للجوناس نتاعو والافكار حقيقه وحتى زدت قعدت معاه زدت ما خدمتوش في احد ابناء النادي فيه ما خدمتوش في واحد من اولاد النادي لا لا قلت ثلاثه لا لا ما خممناش خممنا في فصام هاكا القماش تعرفوا الدنيا تعرفوا تعرف شو اللي موجود دونك دخلنا دونك جا سي محمد الكوكي قعدنا معاه سي محمد الكوكي لان بكلنا الهيئه بكل وحتى الشارع الرياضي فرحانين به ويتمناوا له النجاح ومش نقفوا معاه باش ينجح شو النجاح مش معناته مش يربح لي لي سي ماتش لا سي فري معناتها احنا ان دي زوبجيكتيف كونو اون سو راشيت نلقاو روحنا دونزين كومبيتيسيون افريكان للموسم الجاي اما مش نقيسوا بالنجاح هذاك النجاح مش نقيسوا به محمد الكوكي هو دو روتروفي لو بليزير دو جوي تاع لي جوار هيك لا راج دو فانكر هيك الجوارات يرجعوا كالروح نتاعهم والجمهور يرجع يشيخ بيهم وترجع هيك الامبيونس هيك نتاع النادي الرياضي الصفاقسي ومحمد الكوكي باش يكون طرف كبير ياسر باش نرجعوا للمستوى هكا ثم مش نواصل مع محمد الكوكي والا باش نواصلوا احنا وياه ولا محمد الكوكي مش يكون معانا في منصب اخر في الخطر ما شاء الله الهياكل الكبيره نتاع النادي الصفاقسي ماذا بيا ما نحكيش في الموضوع هذايا في انتظار النتائج في انتظار النتائج في انتظار نعمل الشهرين هذوما وبعد اكيد محمد الكوكي مازلتوا في تواصل مع المدربين في الموضوع هذايا